سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فعلى قدر إعزاز المرء لأمر الله عز وجل يلبسه الله من عزه ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله عز وجل، فاجعل رضا الرحمن تغنم فما، فاجعل رضا الله تنجح فما، يغني رضا الخلق والخلاق قد سخط، هل يبسطون لمن الرحمن قابضه أو يقبضون إذا الرحمن قد بسط. فاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي مكمن الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمكمن الحياة ومكمن العز لا يكون إلا في الاستجابة لأمر الله عز وجل والاستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يستجيب لله ولا يستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو إنسان ميت، حقيقة هو إنسان ميت مش عايش. ليه؟ لأن طاعة الله عز وجل هي مكمن الحياة. إنك أنت بتحاول بقدر المستطاع إنك أنت ترضي خالقك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يلبسك عزا منه سبحانه وتعالى في قلوب الخلق جميعا. قيل للحسن ابن علي: إن فيك عظمة، يعني بنشوفك كده بنهاب بنخاف. فقال: هي ليست عظمة، إنما هو عز من الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو العز الحقيقي. ولما تنظر إلى استجابة الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانت مواقفهم في الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الواحد منهم كان يعني لا يستطيع أن يعلي صوته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يخفضون أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل الصحابي الجليل ثابت ابن قيس ابن شماس، وده يا اخوانا صحابي جليل، صحابي عظيم القدر، إذ إن ثابت ابن قيس ابن شماس رجل من أهل الجنة. تخيل بقى، أهو ده واحد من أهل الجنة، بس إحنا برضو ما نعرفوش، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بشره بالجنة. فكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه مبشر بالجنة وهو لم يزل حيا رضي الله عنه يرزق. تخيل انت كده، نعرف انه من أهل الجنة وهو كان لسه عايش، ما نعرفوش. ثابت ابن قيس بن شماس مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه السلام افتقده، يعني مش لاقيه بيحضر في المجلس كعادته يعني، فسأل عنه. وده برضو من لطف النبي عليه السلام انه عارف مين اللي بيحضر المجلس ومين اللي بيحضرش ومين اللي تعبان ومين المريض حتى يزور هؤلاء. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه. سأل مين بقى؟ سأل صحابي أيضا جليل القدر، وهو صديق الأنصار، أيوة، سعد ابن معاذ رضي الله عن سعد. فسعد ابن معاذ يلقب بصديق الأنصار، وسعد ابن معاذ هذا كانت مكانته في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين. وسعد بن معاذ كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد بن معاذ نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته يوم أن مات. وسعد بن معاذ اهتز له عرش الملك يوم أن مات. شوف بقى المناقب دي كلها منجمعة في سعد بن معاذ، وإحنا برضو مقصرين، مقصرين مع سعد ومع أشباهه وأمثاله من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام سأل سعدا فقال: يا أبا عمرو، مالي ثابت بن قيس بن شماس أشتكى؟ يعني هو مريض تعبان نزوره يعني ولا إيه؟ أشتكى؟ فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. برضو دي حتة تانية برضو تعرفك إن سعد أو الصحابة كان عارفين أحوال بعضيهم، عارف مين اللي تعبان عشان يزوره أو عشان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه يزوره هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. فسعد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا ده جاري بس أنا معرفش إنه مريض، لأن لو هو مريض كنت عرفت. ليه؟ جاري. دلوقتي إحنا يا إخواننا أخبارك إيه مع جارك؟ أخبارنا إيه مع جيراننا؟ للأسف في قصور. ربما جارك الذي يلاصقك بينك وبينه عداوات ومشاحنات، ويعني بينكم ممكن يكون بينكم مثلا محاضر كمان وقضايا إلى غير ذلك. طب ليه؟ ده أقرب الناس إليك جارك. أنت لو حدثت عندك مصيبة أو نزلت بك نازلة، أول واحد يفزع ليك جارك. ليه؟ متى على ما تتصل بأهلك وبقرايبك تكون ضعت، لكن جارك ده أول واحد يفزع ليك، يجري عليك على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سعد، فسعد قال: يا رسول الله والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فالمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى ثابت ابن قيس ابن شماس في بيته، فقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أسأل عنك، وهو عليه الصلاة والسلام يقرئك السلام. فقال ثابت ابن قيس ابن شماس: أنا من أهل النار.
طب ليه يا عم الثابت، انت عملت ايه يعني؟ ايه الجرم اللي انت ارتكبته؟ ما هي المصيبة التي انت فعلتها عشان تقول انا من اهل النار؟ قال: لقد نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية اللي احنا قلناها في مطلع الحديث، وهي في مطلع سورة الحجرات، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما ينفعش انك انت تعلي صوتك على النبي على اساس انه هو قاعد، وده طبعا بعد موته عليه الصلاه والسلام، انك انت تعلي صوتك على سنته عليه الصلاه والسلام، انك انت تعلي صوتك على سنته وتبدا تقدح في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لكونها لا تتوافق مع عقل فضلتك او مع عقل حضرتك، تعترض تقول لا الحديث ده اصل مش اصل ده مش داخل دماغي، اصل ده بص يعني تنافى مع العقل. طب انا وأنت جعلت من عقلك حاكما على الشرع، وهذا خطر عظيم. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بيقول لسعد بن معاذ: أنا من أهل النار. طب ليه يا عمي؟ إيه العلة يعني؟ قال: لأنني كنت أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نزلت علي هذه الآية، فأنا من أهل النار. فسعد بن معاذ رضي الله عنه أخذ هذا الكلام ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بخبر ثابت بن قيس بن شماس وما قال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو من أهل الجنة. يا سلام، يبقى ده صك من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثابت بن قيس بن شماس رجل من أهل الجنة. من اللي بشره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما احنا قلنا ان اهل الجنه مش هم العشره المبشرين من الجنه من الصحابه بس، لا، في صحابه اخرون بشرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالجنه ايضا من غير العشره، زي ثابت زي ما قلنا، وقلنا قبل كده عمير ابن الحماه، و صحابي جليل اخر ايضا حديثه في الصحيحين، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لاحد بالجنه لغير عبد الله بن سلام، ولقد رايناه وهو يمشي على الارض وانه لمبشر بالجنه. يبقى دول صحابه برضه بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، ودول غير العشر المعروفين بالجنه المبشرون بالجنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الى هذا الحديث وتأمل إن ثابت بن قيس بن شماس فهم أن هذه الآية تحبط عمله. وثابت بن قيس بن شماس هذا إيه العلة بقى اللي كانت بتخليه يعلي صوته على النبي أو يعلي صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان يلقب بخطيب الأنصار. يلقب بخطيب الأنصار. وعادة الخطيب في خطبته ينبغي عليه أن يعلي صوته، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله الذي راه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول جابر عنه يعني عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يبقى ما ينفعش الخطيب خطيب الجمعه يبدا ينيم الناس والنبي قال لا، ما ينفعش، لازم تعلي صوتك عشان الناس دي تستيقظ، لان طبعا خطبه الجمعه دي هي الجرعه الاسبوعيه اللي المفروض الناس بتمشي بيها. يعني هتيجي يوم الجمعه تنيم الناس كمان، يبقى اللي انت عملته. يبقى لازم الخطيب يكون صوته عالي ويكون صوته جهوري حتى يوقظ النائم ويسمع اليقظان. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كما قلت كان يلقب بخطيب الأنصار. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة قام ثابت، وحديثه رواه النسائي وأبو يعلى من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قام ثابت بن قيس بن شماس خطيبا
نقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، ثابت بن قيس بن شماس قام وخطب في الناس، فقال: يا رسول الله، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا وأنفسنا، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. قال ثابت: قد رضينا. زي ما قلت لك ان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان خطيب الانصار، عشان كده كان بيعلي صوته رضي الله عنه، مش بيعلي صوته انه بيعترض على النبي، لا، ولا انه بيعترض على سنة النبي كما يفعل بعض الناس الان، لا. والامام ابو معاوية الضرير محمد ابن خازم احد كبار تلامذة ابي محمد الاعمش سليمان ابن مهران، حدث ذات يوم بحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: احتج ادم وموسى. ابو معاوية الضرير حدث بهذا الحديث في مجلس الرشيد، والرشيد ده طبعا احنا عارفين ان هو كان امير المؤمنين. فابو معاويه تحدث بهذا الحديث في حضره الرشيد، وكان في واحد قاعد معاهم كده في المجلس، فاعترض وقال: اين لقي ادم موسى؟ يعني ادم قابل موسى فين؟ يعني قابله فين بقى؟ ما بين ادم وبين موسى عليه السلام سنوات واحقاب تنقطع فيها اعناق المطي، قابله فين بقى؟ ده بيعترض بايه؟ بعقله، ما عندوش مستند يعني شرعي يعترض بيه، لكن هو شاف ان الكلام ده مش متوافق مع عقله، يقول لك لا اصل الكلام ده معلش خليه على جنب بقى. فالمهم لما اعترض هذا المعترض وقال: اين لقي ادم موسى؟ فغضب الرشيد غضبا شديدا وقال: علي بالسيف والنطع زنديق يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده بيعترض على النبي وبيعترض على حديث النبي، ده ما ينفعش، لازم يضرب عنقه. فما زال الناس به يهدئونه، وجعل أبو معاوية الضرير يهدئ من روع ومن شدة ومن فرط غضب الرشيد، وجعل يقول: بادرة منه يا أمير المؤمنين، بادرة منه يا أمير المؤمنين. يعني ما كانش يقصد، ده غلط، ما كانش يقصد المعنى اللي في إيه اللي هو في دماغ ده إنه هو يعترض على حديث النبي، لا مش قصده كده. فجعلوا يهدئونه، والرشيد ده زي ما قلت لك كان أمير المؤمنين، يعني مش كان رئيس دولة ولا 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 مثلا وزير ولا الكلام ده، لا، ده كان أمير المؤمنين، يعني كانت الشمس لا تغرب عن مملكتي، وذلك لاتساع رقعة الدولة ساعة إذن. لكن كونه يعترض على حديث النبي ده ما ينفعش، لأن يا إخواننا ولاة الأمور أو الرؤساء أو ممن ولاهم الله عز وجل على المسلمين، الأمر الأول الذي ينبغي عليه أن يقوموا به هو حماية هذا الدين، مش انك انت تاكل الناس وتشربهم، لا، المفروض انت اصبحت اميرا على المؤمنين على الناس، فانت عهد اليك بحفظ دين هؤلاء. فدي يعني هذا هو المقصود الاول من الرؤساء والامراء او ممن ولاهم الله عز وجل على الناس، مش انك انت كما قلت تاكلهم وتشربهم وتشوف لهم حاجاتهم، لا. فانظر إلى هذا الموقف، فجعل الناس يهدئون من روع الرشيد، ومن لم يؤدبه القرآن وهديه فإن الحسام العضب نعم المؤدب. في صنف من الناس ما ينفعش انك انت تبدأ تطبطب عليه وتقول له: طب تعالى بس نتناقش، طب بس احنا هنتشاور يا عم، طب تعالى نتناظر، تعالى يا... لا، في ناس ما ينفعش معاك الكلام ده، في ناس هو كما قلت لك هو شايف ان الكلام ده مش داخل دماغه، وان صح الكلام يعني وان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش داخل عقل هذا الكائن، فهو يبدا يرد السنه لكونه المقصد ده او الحديث ده مش داخل دماغ حضرته، فيبدا يقول لك: بس الكلام ده مش داخل دماغي،
اصل الكلام ده كان في عصرهم، اصل الكلام ده ما ينفعش في اليومين دول، اصل الكلام لا، هذا الدين الله عز وجل ختم به كل الاديان، وختم به الرساله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله فلقد مات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو الدرداء ابو ذر رضي الله عنه قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء الا ذكرنا منه علما عليه الصلاه والسلام. فما فيش شيء في امر في دين الناس الا واخبر به عليه الصلاه والسلام. فهذا الدين كامل، الدين كامل، لكن كما قلت ما ينفعش ان حضرتك تجعل من عقلك حكما على الشرع، لانه يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل ان يتعارض نقل صحيح يعني حديث مع عقل صحيح. ما ينفعش حديث صحيح يتعارض مع العقل، هذا يستحيل وهذا لا يوجد في الإسلام. مفيش حاجتين متناقضين مع بعض خالص، حتى مثلا الأحاديث التي ظاهرها التعارض كما مثلا في الأحاديث المشكلة، مشكل الأحاديث، والإمام الخطابي رحمة الله عليه وكذلك الإمام الطحاوي لهم كتب في ذلك. يعني الطحاوي صنف كتاب مشكل الآثار. مشكل الآثار يعني ايه؟ يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ظاهرها، لكن في الأصل فيش تعارض بينها، فيش تعارض بينها، تمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف كتابا هو من أعظم كتب الإسلام، وهو كتاب درء تعارض العقل مع النقل، درء تعارض العقل مع النقل، النقل اللي هو الحديث أو الآية مع العقل، درء يعني دفع تعارض العقل مع النقل. طالما أن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قاله وصح الإسناد إليه عليه الصلاة والسلام فما فيش تعارض بينه وبين العقل. ليه؟ لأن يا أخوانا الشريعة لم تأتي بمحارات العقول ولا بمحالات العقول، لا، بس ممكن يكون العيب في فهم حضرتك أنت، بس ممكن يكون العيب في فهم أنت مش فاهم الحديث ومش قادر حضرتك مثلا تستوعب معنى هذا الحديث. طيب ما كله يا أخي إلى عالمه، يعني اتهم عقلك وكل هذا الأمر إلى عالمه، ربما أنت حضرتك مش فاهم. طيب ما تسأل يا أخي أهل الحديث أو اقرأ، طالما مش عايز تسأل إن عندك أنفة مثلا وعندك حياء، تمام؟ اقرأ يا عم في مشكلة هذا الكلام، لكن لا تجعل من عقلك حكما على الشر. ما تقولش الكلام ده أصل طالما مش داخل دماغي يبقى ما يصحش، لا، هذا لا ينبغي. ولما تنظر إلى استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامره عليه الصلاة والسلام ترى الأمر العجب العجاب العاجب. انظر إلى ما رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم دعا صحابة الكرام رضي الله عنهم حتى بركوا وجثوا على الركب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والحج وجاءت التي لا نطيق.
حضرتك فاهم معنى الآية دي؟ يعني أنت ركزت فيها قبل كده؟ تأمل كده. الله عز وجل يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى الآية إن أي حد حدثته نفسه بأي شيء يتحاسب عليه، ويعني بين معقوفين كده أو بين قوسين، الحكم ده كان في بداية الإسلام، بس الحكم ده الحمد لله نسخ. يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني أي حد حدثته نفسه بأي شيء كان يحسب عليه وإن لم يفعله. يعني مثلا واحد حدثته نفسه إن هو مثلا يشرب خمر، تحسب عليه، وحتى لو ما شربش خمر، بس طالما إن نفسه حدثته بالمعصية دي تتحسب عليه المعصية وإن لم يفعلها. واحد تاني حدثته نفسه مثلا إن هو مثلا يسرق مثلا، تحسب عليه سرقة وإن لم يسرق. واحد تاني مثلا شاف واحدة مثلا ماشية في الشارع مثلا فأعجبته، فحدثته نفسه بالزنا، تحسب عليه زني وإن لم يزني، إلى غير ذلك بقى، إلى غير ذلك من الأحكام. هتنزل كل الكلام اللي بقوله ده على كل شرائع الإسلام، تمام؟ فأي حد في مطلع الإسلام كانت نفسه بيتحدثه بأي شيء يتحسب عليه وإن لم يفعله. فطبعا هذا المعنى لما قرع فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، جاءوا وبركوا وجثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، حملنا أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وجاءت التي لا نطيق. يعني لا عمل ولا مفعول. قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة: غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في عقبها التخفيف. وانظر إلى هذه الاستجابة، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شوف بقى التخفيف بقى، انظر إلى التخفيف، بس التخفيف ده جري يا إخوانا، لأن الصحابة أذعنوا وخضعوا وذلت أعناقهم ورقابهم. ليه؟ لأمر الله. ما قالش ده كتير علينا، ما معلش مش هينفع احنا المعمل. ايه ده؟ انزل الله عز وجل التخفيف: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني اللي انت عملته هتتحاسب عليه، واللي انت ما عملتوش ونفسك حدثتك بيه مش هتتحاسب عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانظروا إلى هذا الموقف،
وهذه الصورة المشرقة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم أذعنوا واستجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا أخواننا عايزين هذه الاستجابة، عايزين نفعل هذه الاستجابة، نفعل هذا في حياتنا. يعني أنت دلوقتي مثلا الاستجابة دي، بس ما أنت كل يوم تسمع الأذان 5 مرات، طب لماذا لا تبادر إلى 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 المسجد وإلى الصلاة وإلى هذا المؤذن؟ هو المؤذن ده يا إخوانا بينده على مين؟ بينده على مين؟ وبينده علينا، علي وعليك وعلى كل المسلمين. يقول لك الله أكبر، يعني اترك ما في يدك وأقبل على ربك، ربك يدعوك، ربنا بعت لك دعوة في بيته. يقول لك تعالي لي، أنا عايزك تجي لي في بيتي 5 مرات في اليوم. تقول له والله انا مش فاضي، معلش انا يومي مشغول ومضغوط ومعلش مش فاضي، في اخر اليوم بقى ان شاء الله هنقرهم في البيت. ايه ده يا اخوانا؟ فين يا اخوانا الاستجابه؟ ما نعيشه الان يا اخوانا من هذا التخلف وهذه الرجعيه وهذا الانحدار الاخلاقي، سببه تخلفنا عن الاستجابة. تخلفنا عن الاستجابة، إن فيش استجابة، فيش تفاعل مع أحكام الشرع، مع دين ربنا. إخواننا الدين ده مش عشان الصحابة بس، مش بتاع الصحابة بس يعني، لا ده إخواننا الدين ده مسؤوليتي أنا وأنت. وإحنا لو لم نفعل هذه الاستجابة في حياتنا، أمال مين هيفعلها يا إخواننا؟ اليهود ولا النصارى؟ قلت لك ربنا بيدعوك للزيارة في بيته كل يوم 5 مرات، يقول لك يا فلان الفلاني أنا أدعوك إلى بيتي، فهل ستلبي دعوتي؟ يعني لما بدعوك دلوقتي بقول لك المؤذن يدعو يقول الله أكبر، أنت هتعمل إيه؟ هل هتفعل ده في حياتك؟ هتفعل ده في حياتك اليومية؟ تقول له آه يا رب. تعرف يا اخواننا ابراهيم المروزي، وهذا من اقران الامام احمد، يقول ابن معين كان ابراهيم المروزي هذا اذا رفع مطرقته فسمع الله اكبر لم يردها، ما تروحش بيها، لا يرميها وراه، يلقيها خلفه ظهريه. ليه؟ لان ربنا اكبر من شغلك، ربنا اكبر من كل اللي في ايدك يا اخي. ده ربك الذي لا يحتاج إليك ولا يحتاج إلى عبادتك. فرب العالمين سبحانه وتعالى عنده ملائكة سجدا له منذ أن خلق السماوات والأراضين، وهؤلاء الملائكة يقومون في القيامة سجودهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أصرنا يا رب في عبادتك، ما قمناش يا رب بحق العبودية ليك يا رب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لأنك أنت ممكن تلاقي بعض الناس بيصلي مثلا، ممكن يصلي الصلاة الخمسة في المسجد وكويس، لكن إيه؟ لكن بيمن على ربنا بالصلاة بتاعته، يقول لك يا عم الحمد لله بصلي، يا عم الحمد لله هيعمل إيه تاني؟ ما بصلي الحمد لله لربنا، فرض ربنا الحمد لله ما بنسيبوش، على طول الحمد لله. انت بتمن على ربنا ايه؟ هو انت متخيل ان ربنا محتاج لك ومحتاج عبادتك دي؟ لك انت عبادتك دي هتنفع ربنا شيء؟ ابدا. ما موضع 5 اصابع الا وملك راكع وملك ساجد عند الله عز وجل. اخواننا البيت المعمور يدخله في كل يوم 50,000 من الملائكة لا يعودون الى يوم القيامة. هو انت متخيل ان ربنا عايزك ولا ان عبادتك دي هتنفع ربنا في شيء اطلاقا؟ يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فما ما تظنش ان عبادتك دي ولا انت اي حاجه بتعملها بتمن على ربنا بيها، لا،
سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وبحمده. فاحنا يا اخوان عايزين نفعل الاستجابة دي في حياتنا اليومية، تفعلها في بيتك، تفعلها مع في محيط أسرتك، في محيط عملك، انك انت زي ما قلت لك تعرف شيء المفروض تطبقه، تستجيب بقى، عرفت النهارده حكم معين المفروض تطبق هذا في حياتك. وانظر الى استجابه في موقف اخر من حياه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه راى رجلا يخذف في المسجد. خذف ده اللي هو يا اخواننا اللي هو انت تجيب حصى صغيره حطها بين اصابعك كده تمام، وتروح عاملها كده، ده اسمه ايه؟ اسمه الخذف. فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه راى رجلا احد اقاربه راه وهو يخذف في المسجد، فعبد الله بن مغفل نصح هذا الخاذف فقال له اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. بيقولوا أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها عن الخذف، وقال إن الخذف ده إنها لا تصيد صيدا، يعني أنت لما تعمل كده مش هتصطاد عصفورة في السماء يعني، ولا إنها لا تصيد صيدا ولا تهزم عدوا، يعني انت مش تهزم العدو لما تعمله كده بالحصاد يعني، ولكنها الخذف ده يعني تكسر السن، لما تعمل واحد كده بالحصاد دي جامد كده ممكن تكسر له اسنانه او تفقأ عينه. وده يا اخواننا برضو يعني احنا نحط بين قوسين كده نقطة مهمة او ملاحظة شديدة، الا وهي انك انت دلوقتي الموضوع ده، الموضوع الخذف ده يا اخوانا بيتطبق في ايه؟ عارف انت لما حضرتك بتجيب لاولادك المسدس اللي هو فيه خرز ده، ده برضه يا اخوانا ياخذ نفس حكم الخذف. ليه؟ انك انت ما بتعمل الولد لما بيحط الخرز ده جوه المسدس ويدوس عليه وممكن تفقع عين اخوه، او ممكن تفقع عين صاحبه، او ممكن تكسر سن اخوه او سن صاحبه، فده يا اخواننا برضه ياخذ نفس الحكم. فيا اخواننا امتنعوا عن الموضوع ده، محدش يجيب لاولاده المسدس اللي فيه خرز، ده كما قلت ياخذ نفس هذا الحكم. فالمهم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نصح هذا الرجل هذه النصيحه، بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن الخذف وقال انه لا انها لا تصيد صيدا ولا تكسر ولا تهزم عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر. ثم راه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بعد ذلك وهو يخذف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراك بعد ذلك وأنت تخذف، والله لا كلمتك بعدها أبدا. وفعلا عبد الله بن مغفل اعتزل هذا الرجل اللي هو قريبه ده ولم يدخل عليه حتى مات عبد الله بن مغفل. ليه؟ عشان الراجل ده اعترض، او مش اعترض، لا هو شايف ان الموضوع ده ما فيهوش حاجه يعني، مش اعترض قال لك لا الكلام ده مش هاخد كلام النبي او رد كلام النبي، لا معاذ الله، معاذ الله ان يفعل هذا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. وانظر الى موقف اخر ايضا، وهو ايضا ما رواه الشيخان في صحيحيهما، حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما. سالم ابن عبد الله بيقول لنا عبد الله بن عمر كان يجلس يوما مع أبنائه، وعبد الله بن عمر كان له 9 أبناء من الذكور. فالمهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فقام بلال ابنه فقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. دغلا ده الدغل ده يا اخوانا المكان المحيط بالاشجار، كان زمان النساء بتخرج اليه لقضاء حوائجهن، وده يا اخوانا دلوقتي ان اللي هي تلاكيك
بتاعت البنات، ان اي واحده اي بنت عايزه تخرج تتلكأ تقول لك، تقول لوالدها مثلا والله انا رايحه عند واحده صاحبتي، انا رايحه اذاكر عند واحده صاحبتي، انا رايحه مثلا اخد مذكرات من واحده صاحبتي، انا رايحه اعمل اي حاجه. عشان ايه؟ وانت عارف بقى الشوارع عامله ايه، عامله ازاي اليومين دول. وطبعا برضو الصويحبات، هذا يا اخواني لازم تخلي بالك جدا من اولادك، لان للاسف الان اصبح الامر صعب جدا، ورافقه الاولاد بعضهم لبعض او البنات بعضهم لبعض. لازم البنت تتشرب من صاحبتها، لابد. فانت لازم تنتقي اصحاب اولادك، تركز تقول له لا يا مش مع الولد ده، الولد ده مش كويس، او تقول له يا ابني الراجل ده، الولد ده كويس، الولد ده محترم، واهله انا عارفهم كويس جدا، واهله ناس محترمين، تمام. فالمهم بيقول له يتخذنه دغلا، تقول والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فامسك عبد الله بن عمر رضي الله عنه بحصيات وحصبه في وجهه، وقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ انا بقول لك النبي قال، تقول لي لا لنمنعهن؟ فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا، يقول سالم ما سمعته سبه لاحد قط. ده ليه؟ عشان اعترض بس على فهم الحديث، مش رد الحديث، لا، ده هو بيقول انا خايف بس ان النساء يتخذن الخروج، يتخذن هذا الامر للخروج، ان هي عايزه تخرج تقول لك انا راح اقضي حاجتي، تمام. فسالم او بلال ابن عبد الله بن عمر ما كانش يقصد انه يعترض على حديث النبي، لا، هو زي ما قلت بس بيقول انا خايف لاحسن النساء يتخذن هذا الخروج او هذا الامر ذريعه للخروج، اني عايزه تعمل اي حاجه بقى تقول لك انا راح اقضي حاجتي، لا. فاخواننا الاستجابه لابد ان نفعلها في حياتك، انت تستجيب لامر الله، انك انت لما تقرا في كتاب الله عز وجل تنظر الى هذه المواقف، كيف كان الصحابه رضي الله عنهم يستجيبون ويتفاعلون مع نصوص الشرع، مع يتفاعلون مع النصوص، مش ان هو يقف حجر عثرة او يقف في نحر النص، لا. الصحابة الكرام ما كانش حد منهم بيعمل كده اللي احنا بنعمله، او كثير من الناس بيعمله، ان هو يجعل من عقله حكما على الشرع. طب انت عقلك قاصر، ربما انت لا تدرك كنه العلة في ذلك النص او في ذلك الحديث، طب انت بتعترض على ايه؟ فلا لنا ايها السلام ان نفعل هذا الخلق، خلق الاستجابه لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يلبسنا الله عز وجل من عزه. فان مكز لا يكون الا في الاستجابه لامر الله عز وجل ولامر رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيبون لأمره، وممن يستجيبون لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.